أعزائنا متابعي فضائية نورسات وتلفزيون تيلي لومير، نرحب بكم في نشرتنا الأسبوعية، وقبل التفاصيل نبدأ معكم بأبرز العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني يفتتح الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة 18. المطران إلي حداد يترأس قداسة تدشيني أيقونات في الزرقاء. مجموعة عائلة مريم تحتفل بعيدها السنوي الخامس. مكتب فضائية نورسات الأردن ينظم بازار الرحمة الجمعة المقبلة. أهلا بكم. أكد جلالة الملك عبد الله الثاني خلال افتتاحه الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة 18 أن التحديات التي تواجه الأردن في هذه المرحلة كثيرة، ولكنها بهمة المخلصين هي أكبر وأقوى من كل الصعاب التي فرضتها ظروف المنطقة. المزيد من خطاب العرش السامي في التقرير التالي. صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني من الحسين المعظم، ألقى جلالة الملك عبد الله الثاني خطاب العرش السامي لدى افتتاحه مجلس الأمة 18، وجه خلاله السادة النواب في دورتهم الجديدة بضرورة تحمل مسؤولياتهم تجاه أجيال الحاضر والمستقبل، وذلك تجسيدا للمسيرة الديمقراطية التي يريدها الجميع نهجا وطنيا ثابتا لتحقيق الإصلاح والتقدم، داعيا جلالته النواب الجدد تحمل مسؤولياتهم للمضي بثقة وعزيمة في خدمة هذا الوطن الأعز والمواطن الأغلى. حضرات الأعيان، حضرات النواب، نحن مستمرون في الإصلاح الشامل الذي يستجيب للمتغيرات والمستجدات وضرورة التحديث والتطوير لنؤسس لمستقبل زاهر لأبناء هذا الوطن، وكل ثقة بأن مجلسكم الأمة والحكومة سيتعاونان على استكمال التشريعات الضرورية وتعديل القائم منها بما يتناسب مع الأهداف المرجوة دون تأخير. وأشار جلالته في حفل الافتتاح الذي حضره جلالة الملكة رانيا العبدالله وعدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات وكبار المسؤولين إلى أن الدولة الأردنية وبوعي مواطنيها وبشجاعة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية نجحت طيلة السنوات الماضية في صون المجتمع الأردني من قوى الإرهاب والتطرف، غير أن التحديات وتداعيات لا تزال ماثلة أمامنا، وعلينا جميعا مسؤولية مواجهتها بمنتهى العزم بالإرادة والتصميم بوحدة صفنا وتضامن أسرتنا الواحدة، ولن نسمح بالمساس بحقوق أو كرامة أي مواطن في أردننا العزيز. وبالرغم من كل هذه التحديات والتداعيات، سنستمر في دورنا التاريخي في الدفاع عن قضايا أمتنا العربية والإسلامية، والقيام بواجبنا في حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
وفي ختام الخطاب أعرب جلالة الملك عبد الله الثاني عن أمله بأن يكون نواب الأمة القدوة الحسنة والنموذج الذي يحتذى أمام العالم في ممارسة الديمقراطية والحوار واحترام الرأي الآخر، وأن يحفظوا مكانة وهيبة مجلسهم ويرسخوا ثقة المواطنين بهم وبمؤسسات الدولة التي تصب في النهاية في مصلحة الوطن والمواطنين. ترأس سيادة المطران إلي حداد المدبر الرسولي لأبرشية الروم الملكيين الكاثوليك في الأردن قداسة تشيني أيقونات كنيسة القديسة تريزا في الزرقاء بحضور الآباء الكهنة من الكنائس الرسولية في المحافظة والراهبات وجموع أبناء الرعية. خلص يا رب شعبك وبارك في عظة القداس. قال سيادته: الأيقونات مدرسة تعليم ديني، منها نستلهم روح القديس الذي تمثله. يسعدني اليوم أيها الإخوة نحتفل معكم بهذه الذبيحة الإلهية في هذه الرعية التي أحبها منذ نعومة أظفاري الزرقاء الحبيبة. وبالطبع المناسبة هي مناسبة تبريك الأيقونات الجديدة التي سعى بتزيينها أخي أبونا جون حداد مع طغمة من أبناء الرعية المحسنين والكرماء والأتقياء الذين أرادوا أن تكون كنيستهم حلة بهية تليق بالروح القدس الساكن فينا، فيتلاقى هذا الروح في داخلنا مع بيت الله، وإذا به يتهلل فينا فرحا وطربا وقداسا. ثم تقدم سيادة المطران بجزيل الشكر للأب جون حداد على خدمته هذه الرعية وعلى الإنجازات التي قدمها، وأعلن سيادته عن تسلم الأب خالد شعبان مهام خدمة الرعية بعد انتقال الأب حداد إلى رعية الأشرفية. ثم سلم سيادة المطران والأب حداد شهادات تقديرية لعدد من أبناء الرعية تكريما لهم على سخاء تبرعاتهم للأيقونات ولمشروع الطاقة الشمسية، وكرموا نخبة من أعضاء جوقة الكنيسة ولجنة الكنيسة السابقة التي خدمت مع الأب حداد وعددا من خدام الهيكل وفرقة الشعلة للفلكلور الأردني التابعة للكنيسة.
احتفلت مجموعة عائلة مريم بعيدها السنوي الخامس في كنيسة قلب يسوع الأقدس لع العلي، حيث ترأس سيادة المطران مارون اللحام القداس الإلهي بحضور عدد من الآباء الكهنة. التفاصيل في التقرير التالي. احتفلت مجموعات عائلات مريم في الأردن بعيدها السنوي الخامس بقداس احتفالي أقيم في كنيسة قلب يسوع الأقدس بتلاع العلي، ترأسه المطران مارون اللحام مطران اللاتيني في الأردن بمشاركة المونسنيور نبيه الترس كاهن الرعية المارونية وعدد من الآباء الكهنة وجموع المؤمنين. وقال المطران اللحام خلال العظة: كم هو جميل أن نشارك في أمومة مريم العذراء الإلهية، فلا أحد يستطيع أن يحصي فضائل مريم العذراء أو ألقابها، لكن معظم هذه الفضائل والألقاب تأتي من كونها أماً، أم يسوع أولاً وأمنا ثانياً. الإيمان الذي لا يصبح عملاً ناقص، هروب، أصلي لكن لا أعمل، والعمل الذي لا ينبع من الإيمان لا ثواب له عند الله. لولا سماع مريم لكلام المسيح لكان طعام مرتا كباقي الدعوات إلى العشاء التي تنسى مع انتهاء السهر، ولولا عمل مرتا لبقي يسوع تلك الليلة دون عشاء. هناك نص جميل من مار فرانسيس يقول: نصبح أما للمسيح عندما نحمله في قلوبنا وفي ضميرنا بصدق ونقاء، ثم نلد المسيح عندما نعمل الخير مع الآخرين. وتم خلال القداس قبول وتثبيت ثلاث فرق جديدة كأعضاء فاعلين في عائلات مريم وتسليمهم وشاح الأخوية من قبل مسؤولي العائلات. وفي ختام القداس قامت عائلة فادي وهيام الصباغ بتسليم مسؤولية حركة عائلات مريم في الأردن إلى عائلة عصام وكلوديا حنظل، ملبين الدعوة في تحمل مسؤولية الحركة وشاكرين الجميع على الثقة التي منحت لهم. روحانيتها هي روحانية مريمية وتعتمد على أمرين: لقاء بعائلة من العائلات حول موضوع معين وصلاة معينة، ولقاء تعارف وحكي حر بين العائلات لبناء المحبة ولبناء العلاقات الطيبة. والجميل في كل ذلك أن العائلات تلتزم بأن تجتمع في البيت مرة في الأسبوع للمصارحة بين الزوج والزوجة كي تبقى العلاقة حميمة وتبقى العلاقة دون أي شائبة من الغضب أو من الزعل أو سوء التفاهم. نتمنى لهم الاستمرار في هذه الروحانية وفي هذا العمل ولبث روح مسيحية داخل عائلاتنا المسيحية في الأردن. بالنسبة لخبرتنا خلال الخمس سنين الماضية كمسؤولين لعائلات مريم الأردن، حقيقة كانت خبرة كتير رائعة، فيها من الفرح وفيها من القوة وفيها من عمل الروح القدس. نفس الوقت كان فيها تحديات كتير كبيرة، تحديات إدارية وروحية، بس بنفس الوقت نحن حسينا صار عندنا نمو روحي كعائلة بموجبات عائلات مريم اللي عشناها جوا عائلتنا، كمان عطتنا بركة داخل بيوتنا. في عمل كبير، في عطش كتير، في عائلات بحاجة للوصول لربنا ويعيشوا تحت نظر ربنا، فعشان هيك المسيرة ما بتوقف عنا. والحمد لله هالكابل الجديد اللي كمان عصام وكلوديا حنظل اللي استلموا، ربنا أكيد الروح القدس نفسه اللي عمل فينا هو نفسه اللي رح يشتغل فيهم ويرافقهم، ونتمنى لهم مسيرة ونحن داعمين أكيد ومكملها على خير يا رب. شيء حلو 69 عائلة بيجتمعوا وبيشتغلوا على هذا النفس وبمتطلبات خاصة بروحانية خاصة، حركة علمانية بتدورها بترافقها الكنيسة ترعاها وتنتبه عليها. نحن كتير مبسوطين، فترة قطعناها وصرنا على السكة، وهلأ الباقي إنه ينطلقوا ويشتغلوا بقوة ربنا، والعذراء مريم هيك تضل لهم وتكون ترافقهم. نشكر كل شخص حضر، كل شخص اشتغل. نورساد كتير شكرا للخمس سنوات اللي رافقتينا،
لخمس سنوات كنتي حاضرة ودائماً بتغطينا، نشعر بالفخر أنه أنتم موجودين معنا ودائماً هيك في إلنا حضور ومستنى بدنا نطلع ولا لا، وطلعنا وعمموا وكذا، فشي كتير حلو فعلاً. إحنا كعائلات مسيحية وأزواج كنا بحاجة لهذا اللقاء اللي برجعنا للجو الأسري وبعلمنا كأزواج وعائلات مسيحية إيش اللي مطلوب منا والالتزامات اللي كان لازم إنه نعملها الموجبات. فمرة تانية بحب أشكر المؤسسين، ونتمنى كل العائلات المسيحية كمان ينضموا للحركة، لأنه فعليا هي بتحقق لنا سعادتنا بالبعد الجسدي والبعد الروحي كأشخاص مسيحيين. ضمن حملتها السنوية وللسنة الخامسة على التوالي، أطلقت جمعية الكاريتاس الأردن في مدينة السلط حملة الشتاء التي جاءت بعنوان محبة ورحمة، اشتملت على مساعدات عينية وطرود خيرية لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين والعائلات السورية المقيمة في المدينة. وحضر حفل انطلاق الحملة التي أقيمت في أكاديمية العزيز النموذجية عدد من نواب ووجهاء ومسؤولي مدينة السلط وجمع من أبناء المحافظة. بالنسبة للقاء اليوم لقاء رائع جدا، بتحدث عن العيش المشترك في هذه المدينة وفي أردننا يعني، فحقيقة يعني هذا إنعاش للعائلات المستورة، العائلات الفقيرة، وبقرب الناس من بعضها البعض. وهو كما تحدث السيد المسيح وقال متى كنت جعانا وعطشانا وعريانا، فإحنا هذا يعني نطبق هذا الكلام حرفيا، لأن السيد المسيح سألوا المسيح لماذا أنت قلت جعان وعطشان، قال إذا طبقته على أخوة الصغار وهم الفقراء فطبقته علينا. وأيضا هنالك كلام للرب يقول المعطي بالسرور يحبه الرب، فلذلك الكاريتاس الكنيسة الكل بيعطي عماله من قلبه بسرور بمحبة، لأن هكذا علمنا سيد المسيح ما تقدم يمينك لا تعلم عنه شمالك، وهذه من مطالب سيد المسيح وخاصة المحبة. اليوم نحن بمدينة السلط عم نطلق كاريتاس أردنية حملة الشتاء اللي رح تغطي تقريبا 10,000 عائلة بمعونة الشتاء. هي حملة سنوية بتطلقها كاريتاس تقريبا من 5 سنوات، وتقريبا من 5 سنوات نطلق الحملة من مدينة السلط، وين في عيش مشترك بهاي المدينة اللي مثل نور لباقي المدن بالأردن. الحملة اليوم تزامنت كمان مع السنة هاي كان افتتاح لمركز طبي بمدينة السلط. اليوم عنا فريق كبير عمالهم بيشتغلوا على الخدمات الطبية والنفسية والاجتماعية، عنا تعاون مع المحافظة، اليوم كان عنا مساعد المحافظ بالتوزيع كان رئيس البلدية اللي عنا تواصل معاه، عنا تواصل على مستوى المحافظة مع كمان مع المدارس، لأنه عنا برنامج بالمدرسة اللي احنا فيها اليوم، عنا برنامج لدعم الطلاب السوريين بعد الظهر. احتفلت كشافة ومرشدات كنيسة قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي بانطلاقتها بقداس احتفالي ترأسه الأب علاء مشربش بحضور جموع من المؤمنين. المزيد في التقرير التالي. تحت عنوان كشفيتنا رسالة محبة، احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات قلب يسوع الأقدس في تلاع العلي بانطلاقتها السنوية بقداس إلهي ترأسه قدس الأب علاء مشربش راعي الكنيسة بحضور الأب إبراهيم نفاع المرشد الروحي لكشفات اللاتين في الأردن وعدد من الأباء الكهنة والشمامسة وجموع المؤمنين. بربنا يسوع المسيح ابنا الإله الحي المالك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدون. والتأم أعضاء الكشافة في سر الذبيحة الإلهية رافعين الطلبات والتقادم على نية أعمالهم ونشاطاتهم في خدمة الكنيسة والرعية. وتحدث الأب مشربش للحضور عن أهمية الكشافة ودورها في الكنيسة ومباركا لهم انطلاقتهم الجديدة. الانطلاقة اليوم بتعني أنه نبدأ بداية جديدة مع المجموعة بتعيين القائد العام للمجموعة لهاي السنة الجديدة وتعيين مجلس الشورى وهو المجلس المساعد للقائد العام لتأدية المهام والعمل مع المجموعة الكشفية.
أيضا أطلقنا شعار السنة وهو كشفيتنا رسالة محبة. نتأمل أنه هذا العام الكشافة يعملوا على موضوع المحبة ونشرها بين أفراد المجموعة في الرعية وفي المجتمع وبكل مكان. اليوم كان مناسبة أيضا نصلي من أجل الكشاف ونبرز ونسلط الضوء على الحركة الكشفية والروحانية الكشفية اللي بتتمتع فيها هاي الحركة الكنسية اللي ابتدأت مع اللورد بادن باول. اليوم كان احتفالنا مع المجموعة وأعلننا وأطلقنا المجموعة من جديد لعام 2017. بالمناسبة بشكر مكتب فضائية نورسات لتغطية حدث اليوم وشكر الجزيل لكم وربي يبارككم. الكشفية رسالة محبة رح تكون رح الشعار نطبقه خلال العام القادم مع أفرادنا مع رعيتنا مع كل اللي حوالينا بالأردن، ومن ثم حتكون رسالة المحبة شعارنا رح تكون نحو الله ونحو الآخر ونحو الذات، نحو الذات والآخر، إنه أنا أكون بعلاقة أفقية بيني وأحب تكون عند علاقة محبة بيني وبين رفيقي وبين عدوي زي ما قال يسوع المسيح، ونحو الله بالاتجاه الأفقي، فإحنا عمالنا منكون إشارة الصليب أفقية وعمودية. وفي ختام القداس أعلن عن أسماء القادة الجدد في الكشافة، تلا ذلك أداء قسم القائد أمام مذبح الرب. تنظيم وتحت رعاية مكتب فضائية نورسات الأردن، يفتتح في كنيسة السيدة العذراء للروم الملكين الكاثوليك في عمان بازار الرحمة الثاني. ويشتمل هذا البازار الذي سيقام بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية وخلال الفترة من 18 إلى 20 من الشهر الجاري على أشغال يدوية ومنتجات منزلية وهدايا ومستلزمات عيد الميلاد، كما يتضمن تقديم فقرات فنية وحفلات أطفال إضافة إلى العديد من المفاجآت. بازار الرحمة في 18 من تشرين الثاني. مكتب فضائية نورسات الأردن يدعوكم للحضور والمشاركة في بازاره الثاني الذي سيقام في كنيسة السيدة العذراء للروم الملكيين الكاثوليك جبل عمان من 18 وحتى 20 من تشرين الثاني. بازار الرحمة بتنظيم من شبيبة الأردن للدراما المسيحية. للاستفسار الاتصال على الأرقام التالية 1. عقدت في عمان جلسة حوارية بمشاركة ما يزيد على 100 شاب من المتطوعين تحت ظل مبادرة حقق التي أطلقها سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد.
وأكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان باسل الطراونة أهمية دور الشباب في نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية حولها، وأنهم الفرسان الذين تراهن عليهم الدولة كركيزة أساسية نحو التطور والتنمية. وأشار مشاركون في الجلسة إلى أهمية المراكز التنموية، حيث تتيح للأفراد الفرصة لتوضيح أدوارهم وواجبات مؤسساتهم وخططهم المتعلقة بحقوق الإنسان. وتهدف الجلسة التي نظمت بالتشارك بين المنسق الحكومي ومبادرة ولي العهد وعددا من المراكز الأخرى إلى شرح مفاهيم حقوق الإنسان وخلق حلقة تواصل مع المعنيين بملف حقوق الإنسان في الأردن. لقاء اليوم يعني حمل الكثير من الأمنيات والتمنيات من قطاع الشباب والطلبة على الحكومة وأيضا على المؤسسات المجتمع المدني، وقد تحدثنا في آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان تقاريرنا الدولية على مستوى الـ UPR وعلى مستوى التقارير الوطنية كالتقارير وتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان، وأيضا ما تضمنته الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، هذه الخطة العشرية أيضا شرحنا مضامينها لقطاع الشباب والطلاب بين أعضاء مبادرة فرسان حقق. هذا دور الحكومة أن تنشئ حالة تشاركية حوارية دائمة مستدامة مع قطاعات الشباب والطلبة، ونحن نقوم بشرح التفاصيل الهامة حيال حالة حقوق الإنسان في الأردن من حيث المنجزات في قضايا التشريعات والقوانين والأنظمة التشريعية التي تستند إلى قوانين، وأيضا على في جانب السياسات العامة وفي جانب الممارسات التي يجب أن تكون دائما فضلة ومتلقة. والأردن يعني يسير بخطى متقدمة في منظومة تطوير التشريعات الإصلاحية، وأيضا قدما في عرض البرامج السياسات الحكومات وبرامج وخططها ضمن خطة عشرية يعني تحت مسمى الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان التي بدأ العمل بها فعليا وعمليا من خلال إصدار العديد من الأنظمة التشريعية والعديد من السياسات التطويرية لحالة حقوق الإنسان في المملكة الأردنية الهاشمية وفيما تمس حياة المواطن والمقيم على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية. هذه المبادرة خطوة في اتجاه تفعيل عمل مشترك نحو بناء قدرات الشباب الأردني، بحيث أن يكون هؤلاء الشباب في المرحلة القادمة يكونوا مؤسساتهم ويكونوا ومستقبلهم للتفاعل مع المؤسسات الحكومية، ليكون لهم دور مساند للدور الحكومي، وليتم أيضا تفعيل دورهم في مختلف مناحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك عبد الله الثاني يؤكد نجاح الأردن في صونه من قوى الظلام والإرهاب. الكاريتاس الأردنية تطلق حملة الشتاء السنوية. كشافة مرشدات قلب يسوع الأقدس تحتفل بانطلاقتها السنوية. انطلاق فعاليات بازار الرحمة الثاني في 18 من الشهر الحالي. ختام النشرة. مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني www.nursajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.